من 1000 دينار إلى 1000000 سنتيم هو معدل ما ينفقه الفرد الجزائري على تعبئة هاتفه النقال وأنترنت الجيل الثالث والرابع شهرياً، فأنترنت المحمول أصبحت لا تفارق يوميات الشباب الجزائري وفي كل مكان. نستعمل الانترنت كل يوم ونفليكسي في الشهر واحد أكثر من 1000000. نفليكسي entre 80000 100000 enfin flixé. L'internet utilisé 100000 à peu près. بين 120 حتى 150000 شهريا يعني. دوبي نستعمل 4G 3G نورمالمون. ونستعملو يوميا. باسكو نحتاجو فيه امور يعني باش نستفادو منه. تواصل. وعلى عكس الفرد المغربي الذي ينفق 0.5% من أجره القاعدي على الإنترنت والتونسي 2% من راتبه، فإن الجزائري ينفق 6% من أجره على الإنترنت حسب خبراء تكنولوجيات الإعلام والاتصال. هنا في الجزائر سي ريغوليه 90% اون كونسوم دو لا فيديو التونسيان 1 جيجا كيشي 1 جيجا Ça représente 2,1% à salaire minimum théo, ou le 2%. L'Égyptien, ça représente 2,3%. Par contre, l'Algérien, ça représente près de 6%. C'est-à-dire grippe 3 fois plus que le Tunisien, que le Marocain. هذا وتظل فئة الشباب أكثر استهلاكاً للتكنولوجيا الحديثة بالرغم من التأخر الكبير المسجل بالجزائر، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ودعوة الجهات الرسمية المواطنين لترشيد استهلاكهم، يبقى الجزائريون خارج الثقافة الاستهلاكية المؤطرة.